طيب احنا المفروض هنكمل بقية فعاليات رئيس مجلس الوزراء بالأمس، ويمكن امبارح بعد ما خلصوا الجولة. احنا عندنا هنا في مدينة العلمين مباني كتيرة جدا جدا جدا، تحف، من أحلى المباني اللي موجودة في محافظات الجمهورية. يعني عندنا هنا حاجة اسمها المسرح الروماني، خلاص المسرح الروماني ده موجود في المنطقة التراثية، والمسرح الروماني ده بيتعمل فيه حفلات كتيرة قوي، ومعظم الحفلات اللي بتتعمل في المسرح الروماني بتبقى بشكل مجاني أو بأسعار مخفضة جدا. ويعني على سبيل المثال كل يوم اتنين الساعة 8 بيبقى فيه حفلات ودخول مجاني لكل الناس، لفرق الاندر جراوند والراب سين او الفرق الجديده يعني اللي لسه بتطلع في مصر. والحقيقه انه دي رساله مهمه جدا من المتحده، دايما هي حريصه عليها ان هي تقدم الشباب في اي مجال، وده طبعا دعما لتوجهات الدوله ان هي تقدم الشباب في اي مجال، تلاقيهم بيقدموهم في التمثيل وفي الغنى وفي الاعلام. وانا شخصيا طلعت مع المتحده يعني، فسابوا بقى المسرح الروماني للشباب عشان يطلعوا عليه ويتعرفوا على الناس والناس تتعرف عليهم. والحقيقة ان انا حضرت حفلة هناك يوم الاثنين اللي فات، كان مليان بالشباب الحقيقة يعني، وكان في 3 فرق جداد اندر جراوند في مصر، وكنت سامعة البنات قاعدين ورايا ان هي خروجة، ان هي فسحة يعني، ان هم خلصوا اكل وراحوا ودخلوا. واحنا في مهرجان العالمين من اول نسخة وتاني نسخة حريصين ان احنا نقدم تجربة سهلة، تجربة مريحة، اللي يجي يخرج تبقى فسحة وينبسط، والدنيا تبقى سهلة والجودة تبقى حلوة ودنيا لطيفة ومفيش زحمة ومفيش ركنة صعبة ومفيش دخول وحش ومفيش تنظيم اكسبيرينس. الصيف عادة في بلاد كتيرة حول العالم لما بتيجي تسوق للصيف بتاعها بتسوقوا انه ذكرى، ازاي اقدر اسيب ذكرى مع السايح او الشخص اللي جاي لي عشان يرجع لي تاني. من خلال الحقيقة الشغل اللي حاصل في مهرجان العالمين في نسخته التانية، احنا بنحاول نسيب تجربة إيجابية positive experience وذكرى، ذكرى وميموري جيدة انه ارجعك تاني، انه انا عايزك تيجي تاني. خليني ارجع بقى لزيارة رئيس الوزراء. انا اصلا كنت بكلمكم عن المسرح الروماني، بحكي لكم عنه، هتشوفوه في التقرير اللي جاي. امبارح بعد الزيارة ما خلصت ويعني وتم اطلاق حملة 100 يوم صحة، توجهنا كلنا للمسرح الروماني، وكان موجود رئيس الوزراء ووزير الصحة نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة ودكتور أشرف سلمان وأستاذ عمرو الفقي وفرقة من دار الأوبرا المصرية. دي من الحاجات اللي وزارة الثقافة مشاركة بيها في المهرجان، مشاركة بحاجات كتيرة جدا الحقيقة وزارة الثقافة في المهرجان، حاجات لطيفة جدا جدا، من ضمنهم امبارح مثلا أحيوا ليلة بليغ. المهم يعني فامبارح تابعنا فرقة لشباب مصريين والله العظيم ولا أحلى، مواهب حلوة جدا جدا جدا.